FM. الكلمة ليك. باعتقادك أطراف الوفاق أو التهادن هذا اللي قلت عليه هو اللي عملوا الحكومة اللي عملوا الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتكاء عندهم دور بالطبع الأطراف الاجتماعية سيتواصل أنا في اعتقادي دور الريجولاتور كما يقولوا كل ما اللي يقدر تصير أزمة إلى آخره يعني الأطراف الاجتماعية ما يسمى بالرباعي والمجتمع الرباعي الراعي للحوار اللي في الحقيقة هو يمثل تقريب المجتمع المدني أنه يتدخل في كل مرة معناها يصير انسداد يصير معناها تصير صعوبات في اتجاه معناها التواصل المسار الانتقالي كما قلت اللي هو مازال متواصل في اتجاه يعني تركيز المؤسسات بناء المؤسسات والقيام بالإصلاحات الجوهرية الضرورية باش نجمو ننهضوا بالاقتصاد نتاعنا. الكلمة ليك.